حكمت المحكمة حضوريا. سيد القاضي، المتهم بريء وأنا عندي دليل براءة. مدام هي قدمت دليل براءته، مدام في بالها بحكاية تهريب الفلوس ونتصور هوية الطفلة هذي، مش تكون هي الخيط الأول في القضية. أنتم أصحاب سليمين؟ إحنا شرطة مدام. أنا تعبت من هالسؤال اللي حد ما ينجم يجاوب عليه. سد موازيل اللي ظهرت فجأة ومعها دليل براءة لمين هي تودانكو تبخرت. أنت بنفسك كنت تقول توا سيد نقيب اللي طفل هزت الدليل معاه، دونك كيش تحب نرجع لك الدليل؟ سمعت بيك تلوج علي. ما عرفتوهاش شكون. أنت جاي تعزي ولا تسأل على الطفلة؟ أمل عندها صغيرة عنده تقريبا عام، وإذا يناسب البريود اللي لمين بدا يهرب فيها الفلوس. أنت رجل كل تحب تزم الجناب. كان اللي يعجبوني. وانا خايف تطلع في بالها اللي نحن درسنا الاوراق واللي عملنا القضيه ذي الكل باش ندخلوا راجلك الحبس. هل نخلص فاتوره بابا؟ الفاتوره خالصه. شكون خلص؟ مادموزيل امل. خليني نمشي. وقعت. خايف اللي تبكي قدامي. المرأة اللي دخلت ما عندها مش تعملون هذي كمي. تصور اللي حكي عليهم يوسف ما همش كافيين باش نحاسبوا. يعني حتى اللحظة أمل تبقى هي لو بخومي سوسبي في القضية. نورا تخدم عند مدام لينا جاتك، تحب تحكي معك وحدك. ميرسي مدام هند، بنتك حكيت لي كل شيء. ما عنديش بنية. أمل طيف مش بنتك؟ هذه نسخة من الوثيقة اللي أعطيتها للقاضي كدليل براءة لمين حداد. تعرف كان يسمع سي نبيل واللي صاير من بناتكم شو يعمل؟ معناتها سيادتك نحيتني من القضية هذي؟ أقل شيء نجم نعمله. سمعت من عند ريحة من ليزانسبكتور قال لك ما لقاو حتى خبر. أنت مورد في التصدر على المتهم الأول في القضية 64. فما هي ردودك على التهم الموجهة؟ أمل عطتني ثقتها. حكيت لي زادة على معلومات من أهمها سيد القاضي. دليل براءة لمين حداد في القضية 64. أنت منعت روحك. خلينا نقول له مصلحتنا الاثنين. احكي معاك بنتي تمسك. ليش مشيت تصفولي؟ دوب ما هي تخرج من الدار. انت تركب الميكرويت. شو مظهر؟ جي تالمون فيير دو مون سوكسيسور، سولي كي فا مو رومبلاسي، مسيو سيميغارا. مرحبا. سي مالك، نعرف اللي انت راجل مهم ومشاغلك برشا وصعيب ياسر باش واحد يتحصل عليك. والنوم مولت اوكوبات. اما زاد نعرف نفرق من بين واحد مشغول واحد هارب. ما كنتش هارب. مال علاش ما تجاوبش على التليفون؟ صعيبكش انت؟ ما قالتلكش المرأة اللي تخدم عندك سي جلانزا خلالك وصايا؟ ممكن هي نسيت هذاك علاش أنا جيت باش نذكرك اللي فما مفاهمة من بيناتنا. لازمك تحترمها. أنا طلبت منك باش تقتله مموش في المحكمة. في بالك بالفوفة على حريتها في البلاد باللي عملته؟ ماهيش مهمتي المحافظة على السلم الاجتماعي، هذيك مهمة الكبارات متاع البلاد ورجال القانون كيفك سي مالك. انت تخلصني انا نقتل. لا قلت لي لا وين لا كيفاش. باهي سي بون، اش تحب؟ كمل لي فلوسي 50 باكو. فهمنا على 20. 20 بيناليتي دو روتار و10 بريم دو ريسك. باهي
أعطيني شهر، شهر ونرجع لك بالفلوس الكل. الأمور ما مشيتش كما نحب. 48 ساعة ولا كانش الضحية الجاية يا مرتك يا مرتو. ليش؟ مش نحول بنتك خير شوية؟ Entre les peuples.
mais nous sommes résolus à ne pas nous soumettre au diktat de la violence. Nous avons pris des armes contre l'agression. Nous ne les reposerons que lorsque nous aurons des garanties certaines de sécurité. D'une sécurité qui ne soit pas mise en question tous les 6 mois. Ce que pensent nos soldats, le peuple de France tout entier le pense, lui aussi. Et le gouvernement, dans son action quotidienne, dans son inébranlable volonté, se montrera digne de la foi qui anime tous les fils de notre patrie. Oui. Allô? قضيتك حاضرة. اه هي. وقتاش نتقابلوا؟ باهي. يوسف نقيب يوسف اسماعيل مرحبا بك هدى شوف سي يوسف شنو يشرب لا ما تقلقش روحك عندي كلمتين باش نقولهم لك ونمشي على روحي ان شاء الله خير سي سامي انت توا تبارك الله كنت لبرا وخدمت على روحك وتعبت عملت فلوس وهذا كل في وقت قصير توا نجم نقول عليك اصغر مدافير في البلاد نجم نقولوا وسمعت لي ديبلومك سيانتيفيك قاري في اكبر جامعات في العالم مات في هارفارد هكا خدمت في البورصة زادة بيريود باهية وبعد جيت تشري معاهم الخياطة هذي ظهرت لي فلوس شوية هذيك سي بيرسونيل جوستومون أنا حبيت نحكي معك على البيرسونيل ما فهمتكش نجم شعل هوني ممنوع التدخين أمينة نزلت احكي معاه دور بها تقلق المعمل هذا يتسكر بطبيعة بطريقة قانونية متخافش نلقى لك ألف ثنية معك حضرة القاضي رياض منصور شكون معايا؟ أهلا سي ماهر أهلا سيد مفتش بربي مكنش نتكلم مع سي يوسف اسماعيل نقيب مش موجود؟ أوكي ممكن تقولوا يطلبني وقت اللي يرجع بارك الله فيك كاتيا حلو ياسر فكرني في جارتنا كنت ياسر نحب ماتت في الحرب بالنسبة للوليد الصغير كلمك عليه هنا قولك وقتاش تفضل نسمع فيك أمل يوسف مال مرة أخرى مش عرفت شو سي نبيل خليني أكمل لك حكايتي تفضل كمل
كمل عنا فترة ما نعرفوا عليها حتى خبر. ليلى قاعدين نعسوا عليه كما يلزم. ثم كيب كاملة شريكوت 24/24 تسمع فيها. أنا هنا نحس في روحي ما سمعتي في البيوس. أنت حب توصل. حب نرجع من الأول. ما فهمتكش. القضية اللي قاعدين نخدم عليها الوقت هذا كله. كنت تتذكر اللي هي قبل ما تكون قضية اختيار هي قضية تهريب فلوس. يعني هنا نحكيو على فلوس ونحكيو على كونت البر. حسب رأيي كان نعرفوا باسم شكون الكونت هذايا ولا شكون صبت الفلوس لازم تكون نقطة ضوء. نعرفوا بها شكون عنده أكبر مصلحة في مقتل اليمين. ما احنا حاولنا أكثر من مرة. السويس متشبثين بخصوصية المعاملات البنكية. صحيح. أما حاولنا ديستونس. مش تقصد؟ سي نبيل أنا نحب نسافر. نحب نكون غادي سور بلاس. نمشي للبنك نحاول نلم معلومات على الكونت هذايا. سي لا سول بيس مون كونت في البوزل. كيفاش؟ عندي طريقتي. زيد خمم. أنا شخصيا مراش مانا. ما تعرف القرار ما يرجعليش وحدي. نشاور العرفات ونقول لك. برا كمل خدمتك. زيد وين؟ مازال ما حضرش، باش تسافر وحدك ولدك يغلط عليك من بعد. ظهر لي ماكش تحكي بجدك. تفادلك؟ أساسا فادلك معاك. سنة في شكون؟ ليه؟ فما حد آخر غيري أنا يعرف اللي أنتي هوني؟ خب. سيدتك. شرطة معك. باش نجم نعاونك. أنت مدموزيل أمل؟ لا أنا مدام ليلى. ساكنة وحدك في البيت؟ دار مش بيت، أنا ولدي. هاك تسمع فيه، وفي صعب ربي كان عندك ما تسأل على خاطر مازال كي قام. سامحني يظل يغلطني. لازمك تمشي في اقرب وقت. ما نعرفش كيفاش عملوا اما البوليسية وصلوا لك. امبوسيبل نمشي من غير ولدي. باهي اقعد استنى تو يجيو يشدوك يحشيوك في الحبس وينحيو لك ولدك. وباللي عملته ما فوقكش من عامين. علاه اختار عامين ولا نهارين؟ عمل. عمري شي وعدتك بحاجه ما عملتهاش. جي توجور. توجور تنو ما باول. نهايرين ثلاثة ماكسيموم ونخلط عليك ونجيب لك ولدك. نوعدك. عندك الحق ما تعرفش معناها ظني. هذا الانفلوب نتاعك فيها تيكيت تران بروميير كلاس ريزرفاسيون دلوتيل. تخلص لوتيل تلقى في بيتك فاليز بالفلوس ما يعيشك انت وولدك عمرك الكل. اما زياد انا اللي باش نجيبهولك. tu n'as pas le choix. Your heart is as black
is night. Ooh. Oh, 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 oh. صح نسيت هربتك هذه محلها قضيت وتيك شو عملت بابا؟ كلمته وخليته ماشي البوست باش يخبر البوليسية تخافش بابا ما يخليكش حقك تاخذ وينو؟ طيب يجي هاي يجي ناكلو حاجة خاطر كلمت الطبيب باش يجي يعدي عليك العشاء ما نحبش طبيب تحب طبيبة؟ ما نحب حتى حد اللي فيه مكفيني باهي هاي هاي ناكلو حاجة من بعد وربي يعمل تليلة هاي تنشوفو هاي يجي نقعد هاي هاي جيت مدام ليلى مالك لاباس؟ انت وين كنت فيك نهار كامل وين مشيت؟ شبيك شيء؟ اقعد عشتي بفلوس؟ لويش لاباس؟ امان ما تحسسنيش قابل الفلوس فلوسك مالك؟ انا ما عندي ما قلت قديش؟ برشا ما تسالنيش علاش؟ هنا ما عنديش توا فلوسنا كل برا والكونت اللي هوني بريسك فرغته لازمك تصبر شوي وش عملت بيهم؟ نجم نعطيك شيك دو غارونتي كان تحب ايه شيك مساج لازم نخلي حتى تراس لازم يديك لباسة شو فهمت مالك؟ وقتاش؟ وقت اللي نجم. بليتو. الولاد لازم ننظموا روحنا أكثر على كوت. أنت شد من 8:30 نهار. هادي نص نهار الفوق. وأنا وقت الفطور تنشد عليك. ستيف كيف كيف حبيت. شنو ما هذا؟ شفت مع رفاتي واللي طلبته تقبل. قالوا لي لازم نتنفس في أقرب وقت. هذيك تذكرة جنيف. هذا لوطر دو ميسيون ريزرفاسيون توتال هذا دي فريمون مصروفك وماكلتك برشا فن حكيت الكونت اللي في جنيف انا هاني نعسل على ليلى في اللي كنت وزيد عني انا على مالك المحامي ما تخافش ناني وكلاني رد بالك على روحك وفي بالك الحرب قايمه في العالم كل المان وتلين من شيره والاتحاد السوفيتي والانجليز من شيره اخرى وسويسرا جايه في قلب المعمعه ممكن يوصل إلى ضرب في أي وقت كما وصل لفرنسا متهنى عندك بلان في مخك؟ لا بس بسيارمو أما أنا متأكد اللي منيش باش نرجع ذي فارغ الولاد هنيكم ديما محلولة وهنيكم كيف كيف ترجع لخدمتك عارفك جديد معاش في قلبك شو عملت من عام زيد كولي عايش بنتي ميمي قلت لك كولي عايش بنتي ما عينيش
شعملت؟ مشيت المركز وقلت له هاي من بعد. شنو من بعد؟ بعد اللي بنتك قلت لهم الراجل هذاك مش هو سيبه؟ خافت. ما عندش حق تخاف. ما نجمش تعملي التليفون تقوله لي الكلام هذايا تخليني نهار كامل متحيرة. ليه ماما مشتيت معك اليوم وحده. أهم من عائلتك؟ أهم من مرتك؟ أهم من بنتك؟ أهم من شرفها؟ أهم من صحتها؟ خمك مش تفيق على روحك؟ خمك شايف حالتها من نهار اللي صارت عليها الغلبة هذية وهي التالي ليس القدام؟ ماكش ترى في وجهها؟ ماكش ترى في حالتها؟ يا أخي شنو لازمك باش تحس أنتِ؟ ما تحسش؟ Forgive me, hearer, I cannot stay. He cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, O Lord, he threw me away. He laughed at my sins, in his arms I must stay. He wrote, I'm broke. Please send for me. But I'm broken too and spoken for. Do not tempt me. Her skin is white and I'm light as the sun. So holy light shines on the things you have done. So I asked him how he became this man. How did he learn to hold fruit in his hands? And where is the lamb that gave you your name? He had to leave though I begged him to stay. Left me alone when I needed the light. Fell to my knees and I wept for my life. If he had have stayed, you might understand. If he had have stayed, you never would have taken my hand. He wrote, I'm low, please send for me. But I am broken too and spoken for. Do not tempt me. And where is the lamb that gave you your name? He had to leave, though I begged him to stay. Begged him to stay in my cold wooden grip. Begged him to stay by the light of this ship. Me fighting him, fighting life, fighting dawn. And the waves came and stole him and took him to war. He wrote, I'm broke, please send for me. But I'm broken too and spoken for. Do not tempt me. That's all right. I'm Mrs. Smell. We speak when spoken to, and that suits us well. That suits us well. That suits me well. صباح الخير مدام. ليش متحي البريات؟ أين يجو فيها؟ مسيو كان مترشمين على الخلية. إيش رأيت مدام؟ نحيو.
حاجه من بيتكم باني الكل على الورث نتاع المرحوم وفلوسه. عسلمه.